إطار عقد تدبير مفوض لكربط جماعة الدار البيضاء بالشركتين مفوض لهم قطع النظافة اللي هما شركتي أفيردا وأرما، هناك في العقدة واحد الفصل كيلزم الشركات مفوض لهما أنهم يقوموا بعملية تحسيس المواطنين بشكل يومي. هذه العملية كنقوموا بها بجميع بتراب جماعة الدار البيضاء عن طريق واحد البرنامج شهري كتوضعوا شركة مفوض لهما وكتصادق عليه شركة الدار البيضاء للبيئة. واليوم حنا كنتواجدوا بسوق الجملة الخضر الفواكه، كننظموا فيه اليوم واحد عملية طلقنا عليها عملية خميس النظافة. هذه النسخة ديال خميس النظافة اليوم هي النسخة 19 اللي بدينا النسخة الأولى ديالها في شهر يناير. كتوخى هذه العملية حتى الناس التجار والمرتفقين اللي كيولجوا لسوق الجملة من أجل المساهمة والحفاظ على النظافة داخل السوق. وهذه العملية كننظموها بشراكة مع شركة الدار البيضاء للخدمات في شخص مدير سوق الجملة وجمعية تجار سوق الجملة. احنا بغينا ان نخرطوا جميع في هذه العملية من اجل انجاح ديالها. سي طارق، كاين واحد الحملة هنا داخل سوق التجار اليوم الخميس، انتم كتجار واش تنخرطوا في هذه الحملات على النظافة داخل هذا السوق؟ مرحبا، احنا ما كنتهربوش من هادشي، شكون اللي ما تيبغيش النظافة احنا مستعدين نساعدوا بكل حاجة، مرحبا بهم ماشي مشكل، لأن النظافة راه مسؤولية ديال الجميع، حنا في الصالح ديال العامة. انتم تساهموا في النظافة داخل السوق؟ تنساهموا في النظافة والحمد لله كاين تحسن هنا في السوق، وكاين هاد السنوات الأخيرة كاين واحد التحسن بزاف قديم، يعني كاين تحسن في النظافة ومقارنة مع السنوات الماضية كاين تحسن ولله الحمد. كاين شي تنسخ بيناتكم ولا كل واحد تيدير المجهود ديالو الخاص؟ لا الحمد لله كاين الناس ضامنين بيناتهم، متحدين بيناتهم وكلشي خدام، كلشي يعني حنا كنشوفوا بحال كعائله وحده كنساهموا في هذه النظافه، لان هادشي للصالح ديالنا وديال الناس كاملين اللي في جميع التجار. نعم سيدي، هادشي كنجمعوه ونديروه في الخاوي ونتعاونوا مع اصحاب النظافه باش يبقى كلشي نقي، المارشي نقي ان شاء الله. سمعتي؟ هادشي اللي كاين.